بلاش. في صوره لمحمد ابو جبل عايز اقف عندها شويه يا كريم. الصوره بتاعت الازازه، ما تجهز معانا الصوره. هي الازازه كان مكتوب عليها ايه يا كابتن؟ انت ما رحتش معاه ولا كوره. الازازه كان مكتوب عليها ايه؟ ما هو ما تقنعنيش ان لعيبه الكونغو بالكامل غيروا الزوايا اللي بيحطوا فيها. مستحيل مستحيل، فيش مدير فني في العالم بيشتغل كده. الازازه كان مكتوب عليها يا كابتن؟ مدرب الحراس او محلل الاداء او ايا كان مين اللي عامل لك الازازه دي كان مكتوب عليها ايه؟ انت كحارس رحت ست ضربات ورا بعض يمين 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 مثبت زاويه، في ناس بتعمل كده. طب خلاص هو ما بيحطلكش في اليمين، هو ثبتها في النص الناحيه الثانيه، قالك خدها في النص طول الوقت، فكل شويه يروح ناحيه اليمين ويقف يروح ناحيه اليمين. ده ما راحش معاه ولا كوره. الراجل بتاع الكونغو ما صدش حاجه على فكره، بس كان بيروح. الراجل ما صدش حاجه لكن كان بيروح في كل كوره. عظيم. في النهايه انا سؤالي للحارس ولمحلل الاداء والجهاز الفني بالكامل، الازازه كان مكتوب عليها ايه؟ انا محتاج اعرف. صحيح. الازازه كان مكتوب عليها عشان الثمان ضربات ما تروحش معاها. صحيح. لسه